شايف ازاي مطالبات المجلس القومي للمرأة في قانون الأحوال الشخصية عن ان الزواج التاني يكون بإذن قضائي؟ اشترط شرط بقانون يخالف الشرع، ده انا ضده تماما. معايا جدا، انا شايفه ان فكره الجواز التاني ده ان الرجاله بتستسهلها جدا، بتاخد النص بس حرفي، ما بتاخدش القيود بتاعته. احنا لازم نضمن للست ان هو زوجها يخبرها، انما ما نقدرش نلغي الزواج في عدم اخبارها. ايه السبب يعني ان هو يستاذن او ان هو يقول يعني دي حريته؟ طبعا مع ده، لان هو هل هو قادر على ان هو يتحمل مسؤوليه او نفقه زوجه تانية ويبقى ليه اسره تانية؟ فده طبعا ده شيء كويس جدا يعني. هل انت مع اجازه الكشف عن حسابات الزوج البنكيه مع مراعاه سريه البيانات؟ دي حاجه خاصه بيه هو، يعني لازم ان هي لازم تتعرف. معاها طبعا حاجه، لان في ناس كتير بتتهرب وبترمي عيالها. اكيد طبعا، ازاي ما هو لازم ان هو يتكشف على حاجه زي كده عشان حق الطفل برضه في الاول وفي الاخر. لا لا بلاش منه، يعني يكون في خصوصيه او ذمه ماليه، يعني زي الست ما ليها ذمه ماليه برضه يبقى الزوج كذلك يعني. عادي، مفيش اي مشكله، عادي جدا، ده كويس كمان، حتى هي تبقى مطمنه كمان. شايف ازاي اجازه حضانه الام حتى في حاله الزواج من اخر؟ دي حسب مصلحه الطفل، واعتقد ان في سن معين لازم تكون الام موجوده. لا طبعا تبقى معاها، لان هي اكتر مراعيه. طبعا في ناس كده وناس كده، بس هي اكتر مراعيه للاولاد يعني عن الزوج بكتير. لو هي تزوجت من زوج اخر بقى الاولاد معاها، مش هيبقى في، ممكن الاولاد هتتاثر، مش هتبقى مرتاحه. تفضل موجوده معاها، دي وجهه نظري. ليه؟ الزوج في معظم الأحوال ما بيكونش قادر إن هو يراعي أولاده في مرحلة عمرية معينة. هل أنت مع التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبب من أسباب سقوط النفقة؟ وهي معاه بيصرف عليها، طب وهي مطلقة مين اللي هيصرف عليها؟ مرتبها مش هيكفيها. أنا مع النفقة من حقها، حتى لو بتشتغل أو مشتغلش، سواء بتشتغل أو مشتغلش، المفروض النفقة دي من حقها. تاخد نفقتها طب. ليها حقوق عليه. هي كان بتشتغل او ما بتشتغلش، الفلوس دي خاصه بيها، هي مش المفروض ان هي بتصرف بينها على اولادها، هي بتصرف منها جزء وهو كمان يصرف جزء، يعني مش اولادها لوحديها، هي اولادها هي وهو.